مرحبا بكم في برنامج الطبعة الأخيرة. تحرير القوات العراقية لقضاء الحويجة آخر معاقل تنظيم داعش في العراق. التحركات الدبلوماسية بين بغداد وأربيل بعد استفتاء الأكراد. البحث عن طرق مناسبة للمضي قدما في فترة ما بعد الاستفتاء. وأخيرا بعد هزائمه المتلاحقة في العراق وسوريا، داعش يتحول من الإقليمية إلى العالمية. أربعة مواضيع اخترناها من أهم ما نشرته الصحافة الدولية بشأن العراق والشرق الأوسط في الأسبوع الماضي. إليكم العناوين. غارديان: القوات العراقية تعلن تحرير الحويجة آخر معاقل داعش في العراق. أسوشييتد بريس: انقسام البرلمان العراقي بشأن زيارة سليم الجبوري إلى أربيل. نيو ميدل إيست: ما بعد استفتاء الأكراد، هل ثمة طريقة للمضي قدما؟ فورين أفيرز: كيف تحول داعش من الإقليمية إلى العالمية؟ وللحديث عن هذه المحاور ينضم إلينا من واشنطن الخبير المختص في شؤون الشرق الأوسط السيد باولو فون شيراك، فأهلا به ضيفا معنا في حلقة هذا الأسبوع. البداية من صحيفة الغارديان البريطانية وتقرير صدر الخميس الماضي بشأن تحرير القوات العراقية للحويجة آخر معاقل داعش في العراق. التقرير ينوه إلى خصوصية موقع ومكانة الحويجة كونها تابعة لمحافظة كركوك، المحافظة الغنية بالنفط والتي تشكل أهم منطقة متنازع عليها ما بين أربيل وبغداد. ويشير التقرير أيضا إلى أن الموقف تحول أكثر حرجا بعد تحرير الحويجة، إذ صارت القوات العراقية وبضمنها فصائل الحشد الشعبي على احتكاك مباشر مع قوات البيشمركة. أعلن الجيش العراقي الخميس الماضي أن القوات العراقية استولت على قضاء الحويجة آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق، ما أدى إلى انسحاب ميليشياتهم المسلحة والالتحاق بجيوب التنظيم الموزعة على الحدود السورية. إن استعادة الحويجة تجعل القوات العراقية على احتكاك مباشر مع مقاتلي البيشمركة الذين يسيطرون حاليا على كركوك، وهي منطقة غنية بالنفط متنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتركزت عليها الأنظار خلال استفتاء الأكراد الشهر الماضي. مستر شيراك، طبعا أشكر حضورك معنا مرة أخرى، وأسألك أولا، كم يعطي برأيك تحرير الحويجة من زخم وقوة للقوات العراقية وللحكومة العراقية أيضا؟ بشكل واضح هي أخبار طيبة في سياق الصراع القائم ضد خلافة داعش، ورأينا هذا التقدم بعد الإنجازات الكبيرة بعد التحرير، وطبعا بثمن باهظ بعد تحرير الموصل ولملاحقة أتباع الخلافة لإخراجهم من العراق. وكما تشير هذه المقالة، هذا ينوه إلى مشكلة هامة أخرى كما أشرت. هذا التطور يضع القوات العراقية في مواجهة مع البشمركة الكردية، وهنالك خطر من أن يكون هنالك اشتعال لأي أزمة أو أي نزاع، لا سيما مع كركوك، وكما تشير إليه المقالة هي منطقة متنازع عليها ويطالب بها الأكراد، وطبعا الحكومة العراقية المركزية أيضا تطالب بها بسبب السكان المختلطين في المنطقة. طيب، قبل ما ندخل بهذا النزاع ما بين القوات العراقية والبيشمركة، دعني أسألك هذا السؤال: القوات العراقية المنتصرة الآن بحشدها ميليشياتها، كم سيحسب لها من حساب من قبل قوات البيشمركة، وكم ستؤثر على معنويات قوات البيشمركة في حالة المواجهة؟ آل مثير للاهتمام. لست أدري، إذا انتصر الجيش العراقي وينجح كما هو الحال ويبقى في هذا النجاح في نجاحاته ضد داعش، ستكون معنوياته متعززة، وطبعا الأكراد يلاحظون كل ذلك متأملين لهذه الأوضاع.
ولست أدري ما هو يكون وجيه في أي تصرفات قد يتخذونها وقد تؤدي إلى احتكاك ومصادمة إلى تصادم مع عسكري. طيب فلنترك المعنويات، نتحدث جيش عراقي منتصر طالع من معركة ضخمة وانتصر، هل من الممكن أن تثير قوة الجيش العراقي المنتصر مخاوف حكومة كردستان؟ نعم، لست أدري بالنسبة للخوف، ولكن مشاغل وقلق نعم. الأكراد في موقف غريب جدا، إذا لاحظت ما حصل ما بعد الاستفتاء ما من أحد معهم أو يؤيدهم حقيقة، إذا سمعنا ولاحظنا كل المواقف ما من دول تؤيد نتائج هذا الاستفتاء، والحكومة التركية والحكومة العراقية تعتبره غير شرعي، والحكومة التركية لا تحبذ هذه النتائج، وواشنطن لا تؤيده توافق عليه لأنها منشغلة وقلقة حيال سلامة أراضي العراق. مهما كانت الأرضية للأكراد ليطالبوا ويعلنوا الحكم الذاتي وغير ذلك، وطبعا استقلالهم غير مرغوب به وغير مرحب به، ولا سيما مع التطورات الجديدة مع جيش عراقي منتصر، هذا يدعو إلى الحذر إلى السلطات في الأماكن المعنية. يعني إذا سمحنا الوقت نتحدث عن الاستفتاء وعن الاستقلال، الأسباب أو سبب أسئلتي كانت عن مخاوف حكومة الإقليم أو قوات البيشمركة، لأن أنت يعني أنت تواكب ما يحدث هناك من تصعيد قوات بيشمركة، محافظة كركوك يستدعي قوات بيشمركة أكثر، الحكومة تحرك قوات الحشد نحو كركوك، يعني هناك تصعيد، فكنت حاب أخذ وجهة نظرك. مضطر أنتقل للصحيفة الثانية في حلقة هذا الأسبوع. أثارت زيارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل الأسبوع الماضي واجتماعه بمسعود بارزاني ردود أفعال متباينة وحادة في بغداد. الزيارة أتت بعد أسبوع من التهديدات والعقوبات التي أطلقها البرلمان والحكومة العراقية، إلا أن تلك الزيارة كشفت حسب مراقبين أن التشدد إزاء استفتاء الأكراد مصدره شيعي وليس سني. فيليب عيسى مراسل الأسوشيتد بريس في أربيل غطى الزيارة بتقرير وزعته الوكالة الأحد الماضي. هدفت زيارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أربيل الأحد الماضي إلى كسر الجمود بين بغداد وإقليم كردستان، إلا أنها في الوقت ذاته ولدت انقسامات وجدلا داخل بغداد حول كيفية الرد على استفتاء الأكراد. ووصف عضو البرلمان همام حمودي اجتماع الجبوري مع برزاني بالمؤسف والمخيب للآمال، وقال إن الجبوري توجه إلى برزاني بصفته الشخصية وليس كممثل للبرلمان، وطالما تشدد السياسي الشيعة وخاصة المقربون من إيران بشأن الكلام عن استقلال الإقليم. مستر شيراك، هل ترى بردود فعل السياسيين العراقيين تجاه استفتاء كردستان عمل سياسة، يعني يشتغلون سياسة، أم ردود فعل غاضبة ومبالغ فيها كما يقول البعض؟ أساسي يقن عراقي، ومن منظور الأغلبية الشيعية هذا لا في العراق لا هذا لا يفاجئني أبدا. هذه الزيارة من مسؤول كبير من الحكومة إلى أربيل كتنازلات سياسية لا يجب فعلها إلى أربيل، لست أعني أن ذلك يشرع، وإنما يضفي مصداقية على استقلالية أو رغبة الأكراد بالاستقلال. الأغلبية الشيعية تنظر إلى كل ذلك بعين مشككة، ولا سيما في بضعة مناطق حيث هنالك تقرب من الناحية السياسية على الأقل بين البعض من الشيعة العراقيين تجاه إيران. حتى وبشكل غير مباشر دون أن يكون ذلك تأييد، إن حتى التفكير في موقف إطفاء شرعية لنوع من الاستقلال أو
أي شيء يتجاوز مستوى الحكم الذاتي للأكراد سيكون لديه ارتدادات سلبية في المنطقة. ولست ربما بعض في البرلمان العراقي نظروا إلى ذلك بأنه حادث مؤسف وغير ضروري. مؤسف لا، همام حمودي ليس فقط يقول بمؤسف، مخيب للآمال. طبعا هو كثير الآراء متباينة في داخل السياسة، سياسة الحكومة المركزية وسياسة البرلمان تجاه هذا الاستفتاء. طيب دعني أسألك هذا السؤال، الرجل سليم الجبور يقول بأنه أنا رحت حتى أفتح قنوات للحوار. طيب بزيارته للإقليم، محاولة فتح قنوات للحوار، هل الحوار هنا مشروع أصلا أم أن على الحكومة اتخاذ خطوات جدية صارمة تجاه تمسك الإقليم باستفتائه واستقلاله؟ انظر، إذا كان فقط الحوار وفتح أقنية التحاور ما من شيء غلط بذلك، ولكن هنا النظر والنظرة إلى ما يبدو عليه كل ذلك أنه ربما التساهل مع ما هو حقيقة تاريخي وحساس جدا، تطور تاريخي وحساس جدا في كردستان العراق. إذن التحاور والتواصل شيء جيد، لطالما كان وحسب ما أغلبية العراقيين يعتقدون أنه يتم في إطار الأطر الدستورية. طيب، القائمة، وليس هنالك أي تنازلات أيضا تجاه كردستان العراق. طبعا يمكن لرئيس البرلمان العراقي أن يصف هذه الزيارة بأنها زيارة طيبة ولا أهداف سياسية لها، ولكن إن النظرة إلى ذلك من الأغلبية إلى أن هنالك ربما بعض التنازلات سياسية تجاه الأكراد. نعم، ما هنا أصبح هنا رأيين، رأي يقول بأنه زيارة رئيس البرلمان لكردستان يعطي نوع من الشرعية للاستفتاء والاستقلال، وهناك رأي يقول أنه استقلال كردستان ماضي وسيصبح أمر واقع، لذلك على السياسيين العراقيين من الآن أن يفتحوا قنوات للحوار. يعني أنا هو هذا سبب أنه الأشياء غير واضحة وهناك آراء متضاربة في خصوص هذه الزيارة. أنا طبعا مضطر أنهي هذا الجزء من البرنامج لأن انتهى وقته، نكمل حوارنا بعد الفاصل. حلقتنا مستمرة معكم تشاهدون بعد الفاصل. Foreign Affairs، كيف تحول داعش من الإقليمية إلى العالمية؟ أهلا بكم مجددا. نشر موقع نيو ميدل إيست في الثالث من هذا الشهر مقالا مطولا للكاتب إريك ديفيس حول وضع حكومة كردستان بعد إجراء الاستفتاء تحت عنوان هل ثمة طريق أو طريقة للمضي قدما بعد استفتاء الأكراد؟ يرى الكاتب أن رغم دعوات الركون للحوار ورغم الخطاب الناعم الذي يتبناه القادة الأكراد تجاه التهديدات، إلا أن أغلب السيناريوهات المحتملة تقول أن حكومة كردستان حشرت نفسها في موقف صعب ليس من السهولة المضي فيه أو حتى التراجع عنه. ليس هناك شك في أن تركيا وإيران ستبذلان جهودا كبيرة لتقويض قدرة الدولة الكردية المستقلة في الحفاظ على نفسها. السؤال هو هل تستطيع دولة كردية مستقلة البقاء على قيد الحياة في ظل مثل هذه الظروف الصعبة؟ وهل ستتمكن حكومة كردستان من المضي في التجارة والتهريب مع هاتين الدولتين في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن مقاطعة استثمارية من الدول العربية؟ كل تلك التحديات تجعل الجدوى الاقتصادية دولة كردية مستقلة في العراق أمرا لا يراهن عليها. مستر شيرات، برأيك دولة كردية مستقلة هل ستكون دولة قوية؟ تحت الظروف القائمة حاليا أعتقد أنه من الصعب أن يتخيل المرء، وجميعنا نعرف تجاه تركيا هنالك اعتماد تام بسبب الاعتمادية الاقتصادية التي يوفره الأتراك في نقل النفط الكردي إلى البحر المتوسط. إذا أوقف الأتراك هذا الدفق فإيراق يقضى عليه اقتصاديا، لأن نقل
تصدير النفط هو هام من الناحية الاقتصادية والعملة الأجنبية، والأتراك اليوم فقط يعطون النية الطيبة ولن يقبلوا أن يكون هنالك دولة كردية مستقلة في كردستان العراق كأمر واقع، وسيكون هنالك هنالك معادات تامة ضد هذه الفكرة، وطبعا بالإضافة إلى بغداد وإلى إيران هنالك طبعا معارضة سياسية من الولايات المتحدة تجاه هذه الفكرة، والولايات المتحدة عادة صديقة تقليديا صديقة للأكراد، وإن كردستان مستقل لن يكون قابلا للعيش لوحده. طيب طبعا هي الولايات المتحدة أبدت رأيها الواضح تجاه هذا الاستفتاء والاستقلال. أنت ذكرت بأنه من الممكن هذا الاستقلال كردستان أو دولة كردية ممكن تكون أمر واقع، وهذا ما يقول السيد البرزاني، يقول أنه هي بالبداية راح تكون صعبة لكنه بالمستقبل يتحول إلى أمر واقع. طيب أسألك، هذا طبعا رأي الشعب الكردي، حق الشعوب في تقرير المصير، هل سترضخ أخيرا برأيك دول الإقليم المجاورة لرغبة الشعب الكردي وتتعامل مع كردستان كدولة مستقلة؟ لست أدري ولا أعتقد، ربما ذلك إجراءات متوسطة يتوافق يتم التوصل إليه بين البرزاني وأربيل وغيرهم من المعنيين كحل وسط والقيام بتنازلات، ربما لتعزيز الوضع وضع الحكم الذاتي الذي يتمتع به الأكراد اليوم في إطار عراق موحد واحد، وربما تكون تنازلات في ربما مسألة حدود كردستان. طبعا كركوك مسألة كبرى هنا. مستر شيراك دعني أقاطعك. مستر شيراك دعني أقاطعك. طبعا عظيم، أنت ذكرت باقي المكونات الأخرى في العراق، هنا أريد أسألك، كردستان مستقلة وغنية وناجحة، فلنفترض كم ستؤثر على مستقبل باقي أجزاء العراق؟ هل ستفتح باب الانقسامات برأيك في المستقبل؟ إذا حدث ذلك طبعا فستكون سابقة سيئة، إذا قام الأكراد بالاستقرار ربما للسنة أيضا قد تجول في خاطرهم مثل هذه الأفكار، وفي شمال غربي العراق هذه المناطق ولا سيما بعد هذا الحلم المروع لما حدث بكل تدمير للموصل واحتلالها، طبعا للسنة أفكارهم أيضا، وربما لا يريدون أيضا أن ينصاعوا إلى حكم أغلبيته من الشيعة في بغداد. إذا نجح الأكراد في الانفصال وتمكنوا من إنشاء هيئة قابلة للحياة لهم في إطار وفي صورة دولة كردية مستقلة، فربما شيء مماثل ربما قد يفكر به السنة أيضا، وقد تكون سابقة سيئة جدا. طيب دعني أنتقل للصحيفة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع. ننهي جولتنا مع مجلة فورين أفيرز ومقال الكاتب كولين كلارك في 25 من الشهر الماضي، والمعنون تحول داعش من الإقليمية إلى العالمية. يرى كلارك أن تنظيم داعش قد يضطر إلى تغيير استراتيجيته وتكتيكاته، وقد بدأ يستعد بشكل استباقي للمرحلة التالية من الصراع، حيث التركيز على الموارد لتعزيز الامتيازات القائمة في أفغانستان وليبيا واليمن وسيناء، وسيسعى في الوقت نفسه للدخول في دول أخرى فاشلة وأقاليم غير خاضعة للرقابة ومتعاطفة مع أيديولوجية التنظيم، من شمال القوقاز إلى جنوب شرق آسيا. بعد أكثر من 3 سنوات من اقتحام تنظيم داعش الساحة العالمية من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في أنحاء مختلفة من العراق وسوريا، حققت الحملة ضد جماعات التنظيم تقدما كبيرا، لكن التنبؤات بانهيار هذا التنظيم نهائيا قد تكون سابقة لأوانها، وأن ما يشهده العالم من نواحٍ عديدة هو عملية انتقال من منظمة متمردة لها مقر ثابت إلى شبكة إرهابية سرية منتشرة في جميع أنحاء المنطقة والعالم. مستر شيراك، أسألك، ما مستقبل هذا التنظيم برأيك؟ كيف سنسمع أخباره في العالم؟
أعتقد أن هذا سيعتمد على معنوياتهم. الفكرة في هذه المقالة التي تفضلت بذكرها هي فكرة هامة، بأن لديهم لهذه المجموعة قدرة على التأقلم. طبعاً إن التدمير النهائي للخلافة داعش لهذه الهيئة، ويكونوا يزعمون بأنهم تمثيل للإسلام الحقيقي، وأتكون لهم دولة ونظام ضرائبي ومؤسسات وغير ذلك وعدالة. كانت هذه فكرة الخلافة في البداية، وهذا تم القضاء عليه. ولكن هذا لا يعني بأن أتباع هذا التنظيم المتشددين قد لا يعيدون الانتشار كما تشير هذه المقالة، وقد ينتشرون في مناطق أخرى مثل ليبيا ومناطق أخرى من الدول التي فيها الدولة ضعيفة، وقد يحاولون إيجاد ملاذا آمنا لهم لإعادة الانتشار واستهداف أوروبا والانتشار فيها باسم القضية. هذه مسألة معنويات إلى حد أن، وإذ ننظر إلى خسارتهم للرقة أو خسارتهم للموصل، وإذا بقوا متشددين في قضيتهم لن نرى نهاية لذلك. بعد سيكون هناك اعتداءات إرهابية أخرى. طيب، يعني ننهيهم، نهيناهم بالموصل، أتمنى بالمستقبل القريب ننهيهم من الرقة، لكن هو كتنظيم وحلم دولة ودولة خلافة يبدو أنه هذا دمر راح. نبقى مسألة موضوع التطرف، بقاء التنظيم عقيدة متطرفة مرهون بماذا وبمن برأيك؟ مجموعة من العقائد في نظرتهم، عقائد إيديولوجية، لا سيما أن هنالك شباب مستعدون لأن يكون مصيرهم جهادا والقتال من أجل قضية والموت من أجلها. مهما كانت الإخفاقات لا يهم، إن فكروا بعدالة قضيتهم فسيستمرون بتصرفاتهم. طبعا قدراتهم العملاتية ولا سيما في ضوء إخفاقاتهم العسكرية في المنطقة وفي العراق حدت من قدرتهم، ولكن هذا لا يعني بأنه يستحيل عليهم إطلاق اعتداءات إرهابية في أماكن أخرى. كما تعرف هذا فقط يستعان بفقط شخصين وليس الكثير من المال للقيام بأعمال إرهابية كبرى، كان ذلك في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو غيرها. من المحتمل أنه على الأقل البعض منهم، وحتى إذا كانت أعداد قليلة، قد ينخرطون في نشاطات فتاكة وخطيرة جدا. طيب، سؤال أخير لو سمحت. أنت طبعا هناك من يقول هناك مناخ صحي وخصب لإنتاج التطرف في المنطقة. طيب، دمرت داعش فلنفترض راحت انتهت، المناخ الخصب بعده موجود، مناخ خصب وصحي لانتشار التطرف، كيف سيكون شكل التطرف القادم؟ شو راح نشهد أكثر من داعش؟ هل هناك احتمالية شيء أخطر من داعش بعد؟ باختصار لو سمحت. لست متأكد عن ذلك. لاحظنا منذ 10-15 سنة لم يكن يعرف كثيرون عن القاعدة، وبعد ذلك نشأت وتطورت وبن لادن، وبن لادن تم قتله، وبعد ذلك داعش يبرز على الساحة. قد يكون هنالك طبعا مجموعة تنطلق بالنفس الأرضية، ربما في ذهنهم حلم لأن يكون لهم دولة عادلة تتطابق مع عقائدهم كما يعتقدونها. لست أعتقد هذه نهاية هذا الموضوع. ومثل ما يقول البعض، هناك مناخ صحي في المنطقة ما بين غياب الفرص وانعدام العدالة، البطالة، الفقر، تخلف. طبعا أنا مضطر أنهي حلقة هذا الأسبوع لأن انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا على حضورك معنا مستر باولو شيراك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وهكذا نأتي إلى ختام حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج الطبعة الأخيرة. راسلونا على بريدنا الإلكتروني final edition@alhurra.com. تحية طيبة وإلى اللقاء.